تذكروا لما كنا نحكي كنا ندخل على سيجنال نعملها سامبلينج في مرحلتين في السامبلينج لسيجنال. لو عندي هذه هون تي وهذه هون اف اوف تي وكانت السيجنال هاي مثلا هذه يمها، وعندي هون اخذنا هذا تايم تي وهذا تايم 2 تي و 3 تي، قلنا هاي القيم ناخذها من السيجنال من هون وهي هاي كمان. لو احنا عملنا عملية سامبلينج بس ونشوف راح نرمز رمز السويتش، وكانت عندي هون اف اوف تي رمزنا هاي لهون بالرمز اف ستار اوف تي، والسيجنال راح يصير شكلها بالشكل التالي، راح تصير سيريز اوف امبلسز، يعني هاي مثلا هيك، هاي هيك، هاي هيك، هون هيك. اذا احنا شو عملنا الان على السيجنال؟ بس سامبلينج وما عملنا لها هولدنج، ما في هولد، بس عملنا عليها سامبل اند هولد والسيجنال صارت بالشكل هذا. لكن لو انا جيت عملت على السيجنال عملت لها سامبلينج بعدين حطيت شيء اسمه رح نشوف بعدين تفصيله زيرو اوردر هولد زد او اتش زيرو اوردر هولد زد او اتش، وهاي هون رح نضلها اف ستار اوف تي وهذه هون اف اوف تي. بصير عندي الان شكل السيجنال مختلف، راح يصير عندي هون هيك وبعدين هيك زي ستيبس، زي مجموعه ستيبس، صحيح زي كانها مجموعه ستيبس. واضح الاختلاف بين هاد وهاد، فالتغيير اللي حولناه لما عملنا سامبلينج على السيجنال صارت مجموعه سيريز من الامبلسز، لما عملناها هولدنج سامبلينج اند هولدنج حتى اعمل السامبلينج اند هولدنج اضفت هون فانكشن اسمها زيرو اوردر هولد. الزيرو اوردر هولد شو عملت بالسيجنال؟ اخذ الامبلسز اللي موجوده هون وحولتها لسيريز اوف او كانها سيريز اوف ستيبس. خلينا بس نذكر حالنا نتذكر شو الامبلس، انا هون رسمي مش دقيق 100% للامبلس لانه خلينا نذكر حالنا شو الامبلس فانكشن. لو انا جيت رسمت امبلس فانكشن هون بهذا الشكل وحطيت عليها 5 دلتا تي، ايش بالضبط هذا من هون؟ ايش بقدر اقول عنه بالضبط من هذه الوصف اللي موجود هون؟ قديش ارتفاعها هاي الفانكشن؟ 5 لا انفينيتي ارتفاعها. الخمسه رمز لايش؟ لا المكان، لا المكان ايش اللي بحدده؟ تي. هذه مكانها وين؟ لانه هاي هاي لما تكون اللي هون البارامتر زيرو بتكون لها قيمه، بقيه المناطق ما لهاش قيمه، بس الخمسه شو بتمثل؟ شايفين ليش الواحد لازم مرات يفكر بالاشياء اللي هو بفكر حاله انه بيعرفها؟ ايش الخمسه؟ ايش تعريف الدلتا تي من الاصل قبل ما نحط خمسه؟ لو احنا اجينا رسمنا دلتا تي هون هاي 1 دلتا تي، هاي طبعا واضح انتم عارفين انه التي هون لانه هاي تي لحالها الها قيمه التايم زيرو وما الها قيمه في اي مكان ثاني. بتنضرب بالتايم. بايش تنضرب؟ بالتايم. بالتايم. بالتايم لا التايم هيو. انا لو بدي اعملها شيفتنج هاي شو كنت بعمل؟ دلتا تي ماينس تي نوت، فبتصير هذه عند تي نوت. مظبوط؟ لما تي بتساوي تي نوت شو بصير للمعامل اللي هون جوا؟ زيرو. بصير لها قيمة عند هذيك النقطة ما لهاش قيمة في أي مكان ثاني. اسأل السؤال مرة ثانية، إيش معنى دلتا؟ قديش هاي ارتفاعها؟ دكتور العرض عرضها قديش هي؟ زيرو. عرضها زيرو. زيرو. وارتفاعها قديش؟ انفينيتي. إذا الخمسة والهذا شو بتمثل؟ مساحة. مساحة تمام، هلا هاي بونس بوينتس بعطيها. بونس أنت بعطيك بونس بوينتس ما تسألش. هاي هون عندي هاي، هاي عبارة عن الليمت. المساحة تحت هذا المستطيل قديش؟ في الدلتا تي؟ واحد. الليمت لما العرض قديش يصير؟ زيرو. والارتفاع شو بيصير؟ انفينيتي. بس حاصل ضرب العرض في الارتفاع بيساوي دائما واحد في الحالة هاي، وفي الحالة هاي قديش؟ خمسة. تذكروها هاي مهمة جدا. الدلتا فانكشن ارتفاع، ولذلك احنا لو انه هذا ارتفاع كان ما حطينا سهم، السهم عارفين شو بيحكي لنا؟ قول له هاي بتنتهيش غير عند انفينيتي. بس احنا مش قادرين نرسمها للانفينيت، حطيناها ماشي واضح؟ الدلتا فانكشن هي مستطيل عرضه زيرو ارتفاعه انفينيتي
المساحة في داخل هذا المستطيل بتساوي واحد في الحالة هاي أو خمسة بالحالة. بس هي الليمت، هي طبعا شيء تخيلي، في الواقع ما راح تكون هيك، في الواقع ايش راح تكون لو انا بدي اعمل اكسبانس فانكشن في الواقع في الحقيقه؟ راح تكون عرضها صغير جدا مثلا 1 مايكرو سكند وارتفاعها مليون، او عرضها 1 ملي سكند وارتفاعها 1000، حاصل ضرب التنين قديش؟ واحد.